نسمع رواية أخرى من الدكتور محمد الشوكي من مدينة نصر، تفضل يا دكتور. اسمعت، أنا دكتور صيدلي، أي سافرت ليبيا من حوالي سنتين، أي شغال في شركة سويسرية. كنا شغالين عادي والوضع عادي، نتيجة الوضع هناك كان البرلمان هناك منتخب، مفيش أي مشاكل. من فترة، من حوالي شهر 5، بدأت الشركة بتاعتنا تسحب في الرعاية بتاعتها نتيجة قلة تدهور الوضع الأمني، برغم إن على الأرض الواقع ما كانش فيه أي مشاكل. مع الوقت بدأت تتضح إن الصورة فعلا في مشاكل، في اشتباكات، ما نعرفش يعني إيه سبب الاشتباكات اللي جارية في البلاد. أصبحت مجموعات مسلحة دخلت عايزة محاولة السيطرة على المطار هناك، واختلاف على القوى المسيطرة على منطقة طرابلس بالتحديد. وكان هي الاشتباكات أصلا، والبداية كانت في بنغازي، فلما اتنقلت الموضوع لطرابلس احنا كنا في منطقة تعتبر إلى حد ما بعيدة عن الاشتباكات اللي موجودة في طرابلس اسمها جنزور. أي مع الوقت واحنا في قلب البيت بدأنا نسمع صوت الصواريخ ونشوف الصواريخ بتقع، وشوية شوية نشوف بيوت ناس نعرفها وأصدقاء لينا، البيوت متهدمة وناس مصابة بدأت تتعور، وأنا كمان أسرتي خفت عليها. فخدت القرار إن احنا لازم نمشي، وكان الكلام ده بتزكية من أصدقائي الليبيين اللي يطلع من البلد. البلد خلاص دلوقتي في مرحلة خطر، ما ينفعش ان انت تفضل موجود فيها، خد نفسك واطلع. لما جيت اطلع، يعني انا طبعا الوضع كان مأساوي، كان الجنزور بالكامل محاطه بكتايب وكان في ضرب. طلعنا مع اسره ليبيه، وطلعنا على اساس احنا اسره ليبيين عشان خاطر نقدر نعدي من البوابات الامنيه الليبيه. لحد ما وصلنا عند نقطه امنيه كانت في منطقه اسمها زواره، رفضوا يعدونا، قالوا لازم عشان تعدي لازم يكون معاك تذكره لتونس. قال لك ده تعنت من السلطات التونسيه والمصريه، ان ما ينفعش حد يعدي من ليبيا لما يكون معاه تذكره. وبالفعل رجعت انا والاسره بتاعتي لمنطقه اسمها سبراتا، قطعت التذكره انا والاسره بتاعتي، وخدنا التذكره رحنا البوابه تاني عدينا، وصلنا المعبر راس جدير. اول ما دخلنا على المعبر سالونا سؤال صريح، معاك تذكره ولا لا؟ لو معاك تذكره تعدي، معاكش ما تعديش. ورينا لهم التذكره، قالوا انتوا ناس منظمين اوكي انتوا هتعدوا. دخلت ادور بقى على السفير بتاعنا، احنا متبهدلين والوضع بتاع المصريين التانيين اللي بقالهم 4 5 ايام مرميين، وضع مأساوي. ده على الحدود ما بين ليبيا وتونس؟ ليبيا وتونس. مرمي. وكان ساعتها معاك اسرتك؟ معايا اسرتي، يعني زوجه واولاد؟ لا لسه مش متزوج. والدتي اللي كانت معايا، وكانت معايا اختي وزوجها واولادها. تمام. فاحنا لما جينا اول ما شافونا اسره والكلام ده، ومعانا التذاكر، التذاكر اللي عدتنا مش حوار اسره ولا لا. فعدونا. التعنت ده مش ضد المصريين بس، مع الليبيين كمان. يعني حتى الليبيين نفسهم واقفين على الحدود، تونس قافل عليهم الحدود وتعديها بحساب، والموضوع مش سلس. لا، لما قررت انك انت تسيب ليبيا وتمشي، يعني البيت بتاعك ومحتوياته، محتوياتي بسيارتي بفلوسي بكل حاجه، سبتها. سبتها وراك؟ سبتها بالكامل. يعني ده كان قرار انك انت تفر بجلدك طبيعي من وضع مأساوي، جحيم يعني. جحيم بالظبط. يعني انت دلوقتي النهارده واحنا بنتكلم، انت ما عندكش اي نيه للرجوع مره تانية دلوقتي؟ الوضع الحالي مستحيل، لان الوضع غير مستقر، والبلد هناك مش واضح لها رؤيه واضحه. يعني لو كان في مثلا وضوح للرؤيه، يعني في مثلا قوه واحده هي المسيطره، في شرعيه في نقطه معينه، كنا ممكن نقدر نتكلم. تمام.